أم محمد تقول يعني نعلم بأن القرآن أنزله الله لأجل العمل به، تقول للأسف في ناس الآن يستعملون القرآن في أمور منها الاستفتاح بالقرآن، يقول نفتح القرآن ونشوف الآية اللي تقع عليها أعيننا، إذا كان خير يفرحون، إذا كان آية فيها وعيد يحزنون ويشمئزون وشيء من هذا القبيل. والأمر الآخر مسألة تسمية الأولاد. أختي الفاضلة أم محمد، نعم القرآن أنزله الله عز وجل للعمل به، قال جل وعلا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، قال الله جل وعلا أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا القرآن لله. ولذلك يجب على الناس أن يعظموا كتاب الله عز وجل، وتعظيم كتاب الله عز وجل يكون أولا بكثرة قراءته، والثاني بحفظه، والثالث بالعمل به، العمل بالقرآن، والرابع التحاكم إليه، والخامس اعتقاد أنها رسائل من الله. هذا القرآن آيات يا أيها الذين آمنوا أنا وأنت ومن يشاهدني مخاطبون، فنحن أحد أفراد هذا العموم، يا أيها الناس نحن أحد أفراد هذا العموم. أما الإتيان إلى القرآن واستعماله بمثل هذه الطريقة فهذا امتهان لكتاب الله، هذا امتهان لكتاب الله، وهؤلاء آثمون. هذا الذي يأتي يقول تعالوا نفتح القرآن نستفتح نشوف، فما وقع عينه عليه يفرح أو يحزن ويسعد أو يشقى، هذا باطل، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. ولذلك الاستفتاح بالقرآن بدعة من البدع ومحدثة من المحدثات. كذلك ما يتعلق بالتسمية، يعني أنتم تقولين مثلا يفتح القرآن ثم ما يقع تقع عينه عليه يسمي ابنه أو بنته، هذا غلط وهذا عبث. وللأسف الشديد يوجد من المسلمين الذين لا يحسنون العربية، لا يحسن العربية، يعني يستفتح بهذه الطريقة. وأخبركم بشيء فظيع، والله فظيع، في إنسان مسلم لا يحسن العربية، تفاجأ الناس وإذا به قد سمى ابنته بالزانية، نسأل الله العافية والسلام، سماها الزانية. قالوا كيف الزانية؟ قال لأنه فتح القرآن فوقعت عينه على أول سورة النور، الزانية والزاني، نسأل الله العافية والسلام، بعد يعني سورة أنزلناها الزانية والزاني، فسمى بنت زوج ما يعرف معناها، وهذا ضلال مبين وفعل قبيح، ولا يليق التعامل مع كتاب الله عز وجل بمثل هذا الطريق. وبعض الناس وللأسف أصبحوا يفتحون القرآن لكشف السحر أو لكشف العين أو مثلا مسألة السعد والنحس، بعد هذا امتهان لكتاب الله، ما يليق التعامل مع كتاب الله بمثل هذه الطريقة. نبه الناس يا أختي أم محمد، وبارك الله فيك على هذا السؤال، وتشكرين وقولون يتقون الله، والله سيحاسبهم عن هذا الامتهان والابتذال لكتاب الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أنزل القرآن لتلاوته وحفظه والعمل به والتحاكم إليه بعدم هجره وبالتلذذ بقراءته. القرآن نعمة من نعم الله عز وجل، كلام الله منزل غير مخلوق، ما يجوز استخدامه بمثل هذه الطريقة. أو فقط بعض الناس الآن في بيته ما شاء الله عندهم عنده القرآن لكن معلقة فقط على الجدار ولا على رف وعلى شيء ما يقرأ فيه، هاجر القرآن، هاجر لكتاب الله عز وجل.